السلام عليكم ورحمة الله. هذا دعائي، هذا دعائي قد نسجت حروفه من وحي صمتي من لهيب الحال. رباه رباه خفف ما أصاب قلوبنا وارحم وصبر ربنا المتعالي. أحبائنا الأكارم، بكل المحبة نلتقيكم بدعاء صادق في شهر الخير والبركة لإخواننا الأحبة في سوريا. نستهل هذا اللقاء ولكل المظلومين في الروهينجا، في فلسطين، في العراق، إلى كل صاحب قضية إنسانية عادلة، وإلى كل مبتسم برغم جراحه، نبرق بمحبتنا ونبدأ معكم جولة جديدة في عالم الألوان السبعة بعد هذا الفاصل. تستعر النيران في قلب الشام، دمشق تلتهب في ثورة الشعب السوري، وحلب باتت في قبضة الثوار في سوريا أو تكاد. المعابر تحت سيطرة شباب الشام الثائر، ولكن كيف تنظر تركيا إلى مجريات الأمور؟ وما هو الدور الذي يمكن لتركيا أن تلعبه على مسرح الأحداث السياسية؟ نظرة ورسالة بعد قليل. عندما تصبح الفكرة مفعمة بالحياة بسبب محبة المحبين، عندما تتم مؤازرة الفكرة بالبحث والدراسة، نكون أمام عطاء جديد يظهر الإنسان كقيمة. منهجية التفكير لدى السيد سعيد الدين النورسي، وفلسفة مجلة النور في بث قراءاته للواقع والعلاقات الإنسانية. مجلة النور للدراسات، قراءة في الفكر والعمل البحثي معا، بعد قليل في الألوان السبعة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ربما هذا شعار وعنوان لمسار الأحداث في سوريا، ابتلاءات بالصبر والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، ولكن تستعر الثورة يوما بعد يوم بهمة الصابرين. يسطرون بدمائهم حينا وبصرخاتهم التي تتعالى فوق الجراح النازفة والراعفة حينا آخر، سلسلة من البطولات التي سيكتبها التاريخ شاء أم أبى. قراءة خاصة في المشهد السوري، لا سيما في ظل تعاظم هذه الثورة التي يطالب من خلالها الشعب السوري بحريته وكرامته أمام آلة باطشة تهدد حينا بنسف العالم العربي، وحينا بنسف أوروبا عن الخارطة، وحينا بإبادة شعبها بالأسلحة الكيماوية. وهنا يتجلى للحق وبالحق كلمة، وتتجلى هذه الكلمة بإرادة طفل صغير يريد الحياة بعزة وكرامة. حديثنا عن سوريا وآخر مستجداتها حديث يسعدنا أن نطرح محاوره على ضيف عزيز أخرج من سوريا عام 79، وما أخرج إلا لأنه يقول ربي الله. أخرج من بلده كآلاف أخرجوا وشردوا من ديارهم، وحمل الآن هم القضية مع إخوانه ورفقائه في جانب الجيش الحر وفي جانب الساسة وفي جانب المعارضين، كل يقوم بدوره. مهندس مختص ببراءات اختراع، وهو الأستاذ المهندس يحيى بدر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا المعارض السوري البارز، نرحب بك باستوديوهات برنامج الألوان السبعة. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سنبدأ معك ضيفنا، ولكن اسمح لنا بداية بقراءة مفصلية مبدئية للمشهد في سوريا. مع تزايد الاحتمالات بشأن الملف السوري على مختلف الأصعدة، تتوجه الأنظار رويدا رويدا إلى تركيا بوصفها الجار الأقرب والأكثر فعالية بشأن الملف السوري لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي لافت. استعدادات الثوار والسيطرة المتتالية على مساحات واسعة من الأرض السورية والمعابر السورية، وازدياد الالتفات الشعبي حول الثورة ورموزها يوما بعد يوم، يعزز من حالة التوجه الدولي باتجاه الحسم الفعلي للملف السوري من خلال التعويل على المعارضة السورية الممثلة للثورة سياسيا وعسكريا، والتعويل على سواعد الثوار التي تعصف بالقراءات السياسية بدل التعويل على نظام سياسي متهالك متآكل. تركيا لديها قراءاتها الخاصة في مجال التعامل مع الملف السوري والملفات الملغمة التي يشتمل عليها، وكيفية التعامل مع اللاجئين والثوار والنظام السوري على حد سواء.
لأن تركيا تؤمن أن سوريا هي عمقها الاستراتيجي، وعلى هذا العمق أن يبقى آمناً من كل تدخل وهادئاً مطمئناً لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي المنشود. الملف السوري لا زال متفجراً بصورة يصعب التكهن بمآلاتها، ولكن المحللين في الجانب السياسي والعسكري يكادون يجمعون أن النظام السوري يعيش أيامه الأخيرة، وأن الثوار الذين باتوا في أزقة العاصمة سيسقطون نظام الشام القاتل والهمجي بين أي لحظة وأخرى، وعندها ستتغير بالتأكيد المعادلة الإقليمية. ونجدد الترحيب هنا بالمهندس يحيى بدر المعارض السوري البارز، أهلا وسهلا بكم معنا أستاذنا. هناك تهديدات من الداخل من الخارج، هناك معادلات إقليمية، ولكن مسار الثورة يوما بعد يوم يستمر ويتعاظم ويتوسع، كيف تنظرون إلى ذلك وما هي الخيارات المتاحة أمام الشعب السوري في استمراريته لثورته؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله تعالى في شهر رمضان المبارك الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى الأخيار والحرية لأسرانا الأبطال. ثم لا يسعني إلا أن أنتهز هذه الفرصة وأقدم الاعتذار نيابة عن الثورة والشعب السوري للحادث المؤلم الذي حصل في مخيم كيلس من قبل بعض عملاء النظام الذين قاموا بتنزيل العلم التركي. هذا الحادث مؤسف، والشعب السوري هو شعب وفي لمن يقدم له المساعدة ولا يمكن أن يقوم بهذه الأفعال. تركيا ربما تفهمت هذا الحدث بصورة كبرى. نعم. نعم. لنبقى أستاذنا الكريم في إطارنا، يعني نحن نتحدث عن الثورة واستمراريتها وتعاظمها وامتدادها إلى بقاع جغرافية متعددة. الثورة تنطلق يا سيدي الكريم من حقيقة، الحقيقة أنه هناك شعب مظلوم ويطالب بحقوقه. هي جدا بسيطة، معادلة بسيطة جدا، على مستوى الفرد، على مستوى الجماعة، شخص ظلم عنده مظلمة، عنده حقوق، تحمل 50 سنة من الظلم، هو يسعى للحصول على حقوقه، فلا يمكن أن يتراجع، التراجع غير وارد. الشعب السوري لن يتراجع ومصر على الحصول على حقوقه. النظام لا يريد أن يفهم هذه المعادلة، لا يريد أن يفهم هذه الحقيقة مع الأسف، ولذلك الحل الوحيد مع هذا النظام المتوحش هو ردعه بالقوة المسلحة. جيد، أنتم في معارضتكم الآن بدأتم تتوجهون إلى العمل العسكري شيئا فشيئا، الآن حلب تلتهب، دمشق فيها جيوب لا زالت قوية من المقاومة في أكثر من بقاع، واليوم مخيم اليرموك ملتهب بصورة كبيرة جدا، لكن نتحدث أستاذنا الكريم عن رؤيتكم أنتم، لماذا سيطرتم على المعابر وما هي دلالة السيطرة على المعابر؟ أنت قبل قليل كنت تكلم يعني العقيد رياض، ودعني أقولها بصراحة الاستوديو. نعم، وقبل دخولنا إلى هنا أبلغكم بأن الجيش الحر يسيطر على قرابة 70% فعليا من الأرض السورية، من 60 إلى 70%، هذا رقم كبير جدا. هل لديكم الآن قدرة على تثبيت أقدامكم على الأرض السورية؟ الحقيقة قبل دخول الاستوديو أنا تكلمت مع العقيد رياض فأخبرني أن هناك اشتباكات الآن في مدينة حلب في منطقة صلاح الدين والمحافظة والكلاسة والصاخور وباب الحديد، وأن أبطال الجيش الحر يسيطرون على سير المعركة وأداء المعركة، ولكن الحقيقة هناك أمر عاجل، نوجه نداء لكل أصدقاء الشعب السوري وكل الذين يهمهم أمر الثورة السورية المساعدة في إرسال الكمامات وخاصة إلى جبل الزاوية، لأن النظام المجرم سحب كامل قواته من منطقة الجبل، من جبل الزاوية، وهذا مؤشر إلى أنه هناك احتمال لاستخدام السلاح الكيميائي في منطقة جبل الزاوية. المشكلة أن الجيش الحر والشعب السوري المقيم في هذه المنطقة لا يمتلك أي كمامات ولا يمتلك أي أدوات وقائية لهذا السلاح. عندكم رؤية بأن الجيش السوري النظامي يمكن أن يستخدم؟ نعم نعم، هذا وارد، ونحن بحاجة ماسة الآن إلى تقديم المساعدة العاجلة في هذا المجال. جيد، الآن يعني رؤيتكم أنتم بعد سيطرتكم على الكثير من المعابر وكثير من الأرض السورية الآن
إلى مستقبل هذه الثورة؟ الآن هل ستكون ثورة مسلحة في مواجهة إسقاط هذا النظام بخيار وحيد هو الخيار الذي لجأ إليه النظام وهو القوة العسكرية؟ النظام يا سيدي فرض هذا الخيار، يعني عندما يرسل الميج 23 ليقصف فيها مدينة حلب، طائرة الميج هل يمكن أن ترسل لضرب هذا الشعب؟ هل يوجد في دولة في العالم يقوم جيشها بقصف شعب وبطائرات الحربية الطائرات ذات الجناح الثابت؟ هذا جنون، هذا هو الجنون بعينه، ولذلك ليس لدينا خيار إلا إيقاف هذا المجنون. هل لديكم قراءتكم الخاصة في مجال الشهداء الأسرى الجرحى اليوم؟ يعني إصدار الجيش الحر في آخر إحصائية له يتحدث عن قرابة 200,000 أسير في السجون لا يعلم حالهم. 200,000 أسير، نحن نتحدث عن مئات آلاف المهجرين واللاجئين الآن في الداخل والخارج، خارج حدود سوريا. هذه قراءات تحتاج إلى قراءة تفصيلية معمقة على المستوى القيادي في المعارضة. يا سيدي الكريم، نحن نعتبر كل أسير هو مشروع شهيد، ومن يخرج من السجن هو كمن ولد مرة أخرى، لأننا نعرف هذا النظام المتوحش، هذا النظام الذي ضرب كل القيم وكل الأخلاق وكل الأعراف، يعني فعل الشيء الذي لا يمكن أن يخطر على بال إنسان. ولذلك الحل الوحيد هنا الإسراع في إيقاف هذه المجزرة، الإسراع في إيقاف لا يتم إلا من خلال دعم وتسليح الجيش السوري الحر. هذا شعار، يعني لطالما رفعتموه عمليا ولكن منصفين وموضوعيين هنا، لطالما رفعتم موضوع تسليح الجيش الحر تسليح الجيش الحر، ولكننا نجد حتى من شاشات الإعلام والتلفزة وما يصل من داخل سوريا من صور عبر الفضائيات المختلفة، الجيش الحر يقول لا أملك إلا بعض السلاح، وهذا أسيطر عليه من الداخل وليس من الخارج، بمعنى كل المجتمع الدولي لا زال يراهن عمليا على النظام السوري. يا سيدي الكريم، لا أحد يدعم الجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر لا يصل لا السلاح ولا الذخيرة، هو ليس فقط يحتاج السلاح والذخيرة، هو يحتاج السلاح والذخيرة وأجهزة الاتصالات والأشياء الكثيرة اللوجستية غير موجودة. أبطال الجيش الحر ينتزعون بأظافرهم ذخيرتهم وسلاحهم من عدوهم، يعني هذه الثورة سوف يسطرها التاريخ. وهل هناك قراءة بأن الدول حتى الدول العربية تعول على النظام السوري لا زالت، يعني تدعمكم معنويا ولكن على الأرض لا شيء، لا شيء عمليا على الأرض لا شيء، ولكن لن نتراجع، ما عندنا خيار لنتراجع إليه. مع الأسف هذا السؤال يوجه إلى الدول العربية ويوجه إلى أصدقاء سوريا الذين اجتمعوا عدة مرات، لا أدري كيف يسمون أنفسهم أصدقاء سوريا. أصدقاء سوريا بماذا؟ هنا يريدون أن يساعدوا في الإغاثة. يا أخي، أنت تساعد في الإغاثة ولكنك لا توقف القتل. إذا أردت أن تساعد في الإغاثة عليك أن توقف القتل، لأن القتل هو منبع اللاجئين. كلما استمر القتل كلما ازداد عدد اللاجئين. يعني تريد أن تعينوا ملايين اللاجئين السوريين؟ هذا غير ممكن. الحل إيقاف القتل حتى لا يلجأ كل أهل سوريا إلى 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 خارجها. يعني عندنا 20 مليون، تريد أن تفرغوا 20 مليون إلى دول الجوار؟ أي يعني الأمر يحتاج إلى عقلانية. أوقفوا القتل يعود هؤلاء المواطنون إلى بيوتهم، بالتالي لا تتكفلون عناء اللاجئ لأنه سيعود إلى وطنه وعمله وستكفل يعني نتيجة. يعني هذا أمر يبعث على الحيرة، لماذا الإصرار على محاصرة هذا الجيش البطل الذي خرج من أسوأ جيش في العالم؟ كيف تقرأون الموقف الروسي والصيني لغاية الآن؟ لماذا لا زال يعول على النظام السوري ويرفض أن يتعاون معكم إطلاقا كمعارضة سورية؟ نحن نصنف إيران وروسيا الآن في خانة العداء للشعب السوري، لأن الشعب السوري يقتل بأسلحة وذخائر روسيا ويقتل بالأموال والدعم اللوجستي الإيراني بهذه المسميات. نعم، الواضحة. نعم، بكل صراحة وكل وضوح. جيد، هل لدى الجيش السوري الحر إمكانية مواجهة جيش النظام عمليا لوحده بما ينتزعه من سلاح في الداخل أو بما يصله من الخارج إن كان يصله شيء؟ يا سيدي الكريم، لا يوجد قوة ظالمة تنتصر على شعب، لا يوجد. هذه معادلة، ارجعوا إلى التاريخ. شعب يضرب بالمدفعية من ويضرب بالصواريخ من 20 و30 كيلومتر، يعني المسافة بين الراموسة وبين عنادان كم كيلومتر وتل رفعت،
30 كيلومتر يضرب بالصواريخ. هذا الصاروخ الذي ينطلق من بعد 30 كيلومتر الذي يطلقه، هل يعرف أين ينزل هذا الصاروخ؟ مستحيل. إذن هذا قتل عشوائي. هل توثقون ذلك؟ لا نملك. طبعاً طبعاً توثقون طبعاً. الأرقام الأسماء، تبادرون إلى عمل قانوني يفضي إلى محاصرة هذا النظام. إطلاق الصواريخ موثق بالأقمار الصناعية، اسألوا المخابرات الأمريكية هي تجيب عنه والمخابرات الروسية موثق بالأقمار. طبعاً طبعاً موجود، كله موجود. هناك كم هائل جداً من الوثائق موجود. نعم نعم كله موثق. جيد. الآن هناك لجان شعبية نشأت في الأرض السورية بفعل هذه الثورة. الجيش الحر يصل في المناطق التي يستطيع الوصول إليها، بالتالي هناك مناطق لا يستطيع الوصول إليها ربما نظرا لطبيعة الأرض والجغرافيا وتحكم الجيش الحر. هل الجيش الحر هو الفصيل الوحيد؟ خلينا نتكلم بصراحة. الجيش الحر هو المسيطر على عملية الثورة العسكرية؟ يعني سأتكلم بصراحة. الحقيقة التقصير في دعم الجيش السوري الحر خلال فترة السنة ونصف نتج عنه فراغ في الساحة. هذا الفراغ تقوم بملء مجموعات متفرقة، هذه المجموعات خطرة جدا، لأنه في المستقبل بعد سقوط النظام هذه المجموعات يا أخي ليس لها مرجعية. يعني مثلا أعطيك مثال، اللبنانيين الذين خطفوا في منطقة عزاز وقام باختطافهم مجموعة غير مسؤولة، لا أحد يستطيع أن يتواصل معهم، ليس لهم عنوان، وليس لهم عنوان. هذه المجموعة واحدة، فما بالك الآن عندما ينتشر هذا الداء في أرجاء مختلفة في سوريا. يعني نحن لا نريد سوريا أن تتحول إلى صومال أخرى، في حين إذا سيطر الجيش السوري الحر على البلد، الجيش السوري الحر هم ضباط أكاديميون عسكريون يعرفون حقوقهم ويعرفون واجباتهم، وإلى ولهم مرجعية تستطيع دول العالم أن ترجع إليها، وهم يتصرفون بكل المسؤولية. فلماذا تتركون الساحة لهؤلاء كي يملؤوها؟ يعني جاءوا السلفية والآن القاعدة هي التي تسيطر على باب الهوى. هذا شيء مؤسف، هذا شيء مؤسف. نحن لا نريد. والنظام السوري يصور هذه الأحداث. نعم ويقول نعم كل من نعم في سوريا نعم هم. لماذا؟ قاعدة. لماذا؟ لأن الجيش السوري الحر لا يتلقى الدعم الكافي. الآن هناك محاولة لإنشاء كيان كردي. لماذا؟ أنا سألت العقيد رياض هذا السؤال، قلت له هل تقبل بإنشاء كيان كردي أو غيره مستقل عن سوريا؟ قال لا نقبل باقتطاع متر مربع واحد، وسوف نقاتل كل من يحاول اقتطاع متر مربع واحد من الأرض السورية. التراب السوري لا يتجزأ. جميل. ولكن لا نملك القوة يا أخي. هذه معادلة جيدة على مستوى الفكرة، على مستوى النضوج الفكري. سوريا وحدة واحدة، شعبها وحدة واحدة، التماسك المجتمعي، مؤسسات بانية، دولة مؤسسات، هذا ما تطرحه المعارضة بشكل منطقي. ما تطرحه المعارضة هو وطن جديد برؤية جديدة بقيادة جديدة. الآن العالم لا يريد أن يتدخل في الشأن السوري. باختصار العالم الغربي الذي يدعي أنه يساعدكم، يساعدكم معنويا. نعم. وبعض العبارات. نعم. نعم. التعويل على ساعدكم، ما حك جلدك وأنت تعرف البقية. الحقيقة ليس فقط ساعدنا، هناك أكثر من 900 كيلومتر حدود بين سوريا وتركيا. جميل. وتركيا متضررة جدا مما يحصل الآن، ودليل على ذلك هو محاولات اقتطاع أجزاء من سوريا وهي مضرة بلا شك للحكومة التركية. أكيد. ونحن نرفض هذا. والآن أنتم شاهدتم القوافل العسكرية التي توجهت إلى مردين، والاهتمام في الداخل سواء من الشعب أو من الحكومة لهذا الخطر القادم. نحن لا نريد ذلك. الآن ثم أضيف شيء آخر يا أخي، ليس فقط مجلس الأمن، عندما تتعرض مصالح روسيا نفسها هل ترجع إلى مجلس الأمن؟ عندما تتعرض مصالح أمريكا هل ترجع؟ هنا مصالح تركيا، يجب الآن على الحكومة التركية أن تحمي مصالحها أيضا. مصالحها مرتبطة مع الثورة السورية ودعم الجيش السوري الحر. عندما تدعم تركيا مباشرة دون الرجوع لا إلى مجلس الأمن ولا إلى دولة أخرى لدعم هذا الجيش الذي سوف يتصرف بمسؤولية على كامل التراب السوري، هو يحقق بذلك الحماية للشعب السوري ويحقق أيضا الأمن لتركيا أيضا. جميل. نحن يهمنا تركيا، لديها أمن قراءتها. تركيا كما يهمنا أمن سوريا. لا يمكن الفصل بينهما. أستاذنا الكريم بقي أمامي دقيقتين، أعذرني جدا. نعم. أنا أود الاستزادة مع حضرتك. نعم. بصدق، ولكن يعني الملف السوري ملف متفجر ويدمي القلب حقيقة بالمشاهد المروعة، ولكن يعني كل شيء له ثمن في النهاية، كل حرب لها ضريبة،
كل انتصار له ضريبة، كل بسمة لها ضريبة بالحزن تسبقها. أنتم جاهزون لدفع الضريبة مهما بلغت في سبيل الوصول إلى أهدافكم أم لا؟ هذه قراءة. لا نملك أن نتراجع. لا تملكون أم أنكم مصممون؟ مصممون طبعا. لا نملك، ما معنى لا نملك؟ نحن ما عندنا خيار إلى الاستمرار، ولكن أنا أنبه إلى نقطة لوجهها إلى الحكومة التركية. الخطر الواقع علينا خطر واقع عليكم. دعوا روسيا ودعوا أمريكا ودعوا كل العالم، تركيا ليست بلجيكا، لا يوجد حدود بين سوريا وبلجيكا، ولكن الحدود هي بين سوريا وتركيا. يجب أن نحمي أنفسنا معا. الحل أن تقوم اليوم وقبل الغد تركيا بتجهيز الجيش السوري الحر بكل ما يحتاجه من سلاح وعتاد لينهي هذه المأساة، وفورا منعا للانزلاق ومنعا لتقسيم الأرض السورية، لأننا نحن لا نقبل بتقسيم سوريا لا للأكراد ولا للعلويين ولا لأي طائفة أخرى. سوف تبقى سوريا لجميع السوريين وكل المواطنين متساوون ضمن حدود الحقوق، ضمن حدود المواطنة السورية. نعم، نشكركم جدا المهندس يحيى بدر المعارض السوري الناشط، أيضا نشكركم على حضوركم معنا في استوديو برنامج ألوان السبعة، ونتمنى كل الخير لسوريا في شهر رمضان المبارك، ونتمنى أن يحل العيد علينا وقد عشنا عيدا حقيقيا في سوريا بالبسمة التي ترتسم على وجه الأطفال والصغار. وأحبانا الأكارم، بعد شكر ضيفنا العزيز اسمحوا لنا أن ننطلق وإياكم إلى عالم الكاريكاتور وسوريا والموقف التركي والأزمة الإنسانية ورؤية الإنسان لأخيه الإنسان بعيون رسام الكاريكاتور. الأروبيسك، التذهيب، الخط العربي، الإبرو، فنون عربية تقليدية إسلامية تركية تتزاوج سويا في معرض فني إبداعي هو الأول من نوعه، حيث يطرح فنونا تقليدية إسلامية أربعة مجموعة في لوحات إبداعية تزاوج ما بين هذا الفن وذاك. الزميلة رشيدة الفاطمة ومن خلال لوحات إبداعية تعرض لنا هذا الجمال المتمثل بهذه اللوحات الإبداعية عندما تكتحل عيون الخط بجمال التذهيب في رؤية فنان مبدع في عالم الرسوم وأيضا عالم التذهيب وعالم الأرابيسك. قراءتنا الآتية لوحات فنية. معظم الفن الإسلامي خلال التاريخ الإسلامي هو عبارة عن فن تجريدي ممثلاً بالأشكال الهندسية الزهور والأرابيسك وفنون الخط العربي. لا يشتمل الفن الإسلامي على الكثير من الرسوم للبشر بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يعود للاعتقاد الإسلامي الذي يقول أن ذلك شكل من التمثيل يعود بالناس إلى الوثنية وعبادة الأصنام، وبذلك ابتعد الإسلام عن تمثيل الشخصيات الدينية على شكل أيقونات. الفتوحات الإسلامية في العهد العثماني معتمدة على نشر الدين الإسلامي في جميع بقاع العالم، لكن الدولة العثمانية لم تنسى الفنون واهتمت بها، من بينها فن الخط العربي، فن الأرابيسك، فن كذلك الإبرو، الرسم على الماء، وكذلك فن السيراميك. نتواجد اليوم في هذا المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه أو الفريد من نوعه في تركيا، حيث أنه يجمع بين هذه الأربعة فنون. والدليل على ذلك وهذه اللوحة التي تشاهدون أمامكم، والتي تعتبر أكبر لوحة للحلية الشريفة أنجزت حاليا في تركيا. أهم سمات الفن الإسلامي هي الفلسفة التي يقوم عليها من حيث الاعتقاد، فالمسلم يرى الله بقوته وعظمته ورحمته هو مركز الكون وكل شيء يبدأ منه ليعود إليه. يرى ذلك جليا في استخدام النقوش المتواردة والمتناظرة التي تتمركز حول عنصر لتدور وتعود إلى نفس التكوين.
إن الفن الإسلامي ليس فناً دعوياً كما في النصرانية، ولكنه نفعي بالدرجة الأولى، بمعنى أنه يحاول تجميل القطع النفعية للاستخدامات اليومية دون قصد جعلها تحفة موضوعة على رف للزينة فقط. فزين الفخار والصحون ونقش الجدران والسلاح إيماناً منه بأن الحياة بسيطة، ولكنها أيضاً ليست فارغة من الجمال. لذلك ترى المنتجات الفنية الإسلامية مجهولة المصدر أو الصانع، لأن من يصنعها لم يقصد منها تقديم نفسه كفنان مستقل، ولكنه كان يحرص على تقديم شيء جميل ينتفع به. وهذا ما وجدناه في هذا المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في تركيا، الذي يزوج بين فن الخط والرسم على الماء وكذلك فن الخزف. في الفنون التركية التقليدية العديد من المجالات، فن الإبرو، فن المنمنمات، فن الخزف الصيني والخط العربي ونحوها، ولكن لماذا ركزنا على الفنون الأساسية الأربعة؟ بالتأكيد لكونها الأسس الفنية التقليدية، وهي التعبير الحقيقي عن وجودنا وهويتنا وذاتنا. أول معرض فني للفنون التاريخية والتقليدية التركية كان في منطقة التبهاني، وهو معرض مفتوح ومستمر، ولكن نعرض فنوننا الذاتية في مجالات عرض جديدة ومستحدثة بشكل متتال. إنها ملائمة مع المستويات الغربية ومقاييس الإبداع العالمي، ولكنها تحمل بصمتنا الثقافية والذاتية وهوية البيئة التي نبتنا وترعرعنا فيها. يدمج الفن الإسلامي في طياته بين تقاليد مختلفة، أبرزها التقاليد العربية والتركية والإيرانية. هذه المصادر الثلاثة تم دمجها لفن واحد انتشر مع مرور الزمن في كل أنحاء العالم الإسلامي. وفي وقت لاحق ظهرت وحدة فنية لا علاقة لها بالقومية والعرقية، أي ليست خاصة بشعب أو بعرق معين، ولا تكاد تجد مثيلا لها في التاريخ البشري باستثناء عصر الإمبراطورية الرومانية. نزل القرآن في مكة وتم تجويده وقراءته في مصر، لكن كتابته كانت في تركيا، ولعل هذه اللوحات التي رأيتموها اليوم معنا في هذا المعرض لخير دليل على خبرتي وجودتي وكذلك الذوق الرفيع الذي كان يتمتع به الخطاطون الأتراك ولا يزال يتمتعون به إلى يومنا هذا. كانت معكم رشدة فطمة بالبرنامج الألوان السبعة التركية إسطنبول. وإلى فاصل إعلاني قصير نعود بعده لاستكمال جولتنا مع حضراتكم، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا في زاوية الرؤى الإبداعية، تحملنا الزميلة علا راغب أغلو إلى قراءة جديدة في انفتاح رصيد تركيا على العالم العربي والإسلامي وآثار ذلك ودلالاته على الواقع العام، وحاجتنا إلى قراءة فكرية نقدية تستنقذ العالم العربي والإسلامي من الأزمات التي يعيشها، لا سيما بعد تفكك الاتحاد الروسي السابق، ولا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر ومجريات الربيع العربي. لا بد لنا من قراءة شمولية وحدوية ناضجة نهضوية تؤسس لمرحلة جديدة. رؤى إبداعية، وهذه الرؤية. خلال الأيام القليلة الماضية تم تأسيس ندوة في إسطنبول تحت اسم انفتاح رصيد تركيا الإسلامي على العالم. واشترك في الندوة التي نظمت بجامعة إسطنبول الشهير وزير الخارجية التركية الأستاذ الدكتور أحمد داوود أوغلو، ورئيس شؤون الديانة الأستاذ الدكتور
محمد غورماز، وأستاذي الحقوق الإسلامية الأستاذ الدكتور خير الدين كرمان، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية الأستاذ الدكتور راشد كتشوك. قال وزير الخارجية التركية الأستاذ الدكتور أحمد داود أولو: تركيا تشهد اليوم فترة فيها الحل الوحيد في كل مكان بالعالم بما فيه الصومال، رغم نقائصنا ورغم ضعفنا نسعى لإيجاد حل لمشاكل البشرية ولإخوتنا الذين يجمعنا بهم التاريخ المشترك في أنحاء العالم. وقد لفت النظر إلى أن كل الحضارات القديمة نهضت مع فترة العولمة، وأكد أن هناك حاجة إلى إنشاء نظام فكري جديد ليس لحل مشاكل العالم الإسلامي فحسب، بل لحل مشاكل البشرية أجمع. وأوضح بأن المجتمعات الإسلامية هي الأكثر تأثراً من تفكك الاتحاد السوفيتي واعتداءات 11 سبتمبر. وقال من المهم جداً أحياء مفهوم عيش التنوع الثقافي للعالم الإسلامي معاً باحترام. وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية الأستاذ الدكتور راشد كتشوك: من الضرورة العاجلة بدء التدريس باللغة العربية في كليات الشريعة لأنها اللغة المشتركة بين المسلمين. وأضاف موضوع آخر مهم وهو المتعلق بالإجابة على السؤال: يزداد عدد كليات الشريعة، وهل يا ترى تزداد النوعية فيها بنفس النسبة؟ نحن كتركيا بحاجة إلى أناس ذوو كفاءات ومؤسسات مرموقة، من الصعب تقييم رصيد كليات الشريعة بجامعاتنا إن كانت كافية أو غير كافية. وإلى واحة الثقافة، الزميلة خديجة الزغيمي تطلعنا من خلال تقريرها الآتي على قراءة تاريخية لصديق قديم كان يختبئ خلف أبواب بيوتنا، ولكن في ظل التقدم العلمي نسيناه وألقيناه خلف ظهورنا. المكنسة جزء من الثقافة والهوية الذاتية، عنوان من عناوين النظافة نسلط الضوء عليه في سياق برنامجكم الألوان السبعة في واحة الثقافة. هذه الأداة رغم بساطتها إلا أنها احتلت مكانة كبيرة في حياتنا، كنا نضعها خلف الباب مباشرة وكأنها جزء لا يتجزأ من بيتنا وعتبتنا، كانت تقدم أكبر مساعدة في التنظيف، فنحن ننظف بها غرفنا وأمام بيوتنا. وكانت للمكنسة طقوس أيضاً، على سبيل المثال كانت تعلق على بوابة البيت مكنسة وعليها مرآة، تعبيراً على أنه في البيت فتاة بلغت سن الزواج. كان أول دخول في حياتها من قبل درتها البسيطة التي نسميها جيرجير، وبعدها توالت الأخريات. أما الآن فقد تراجع دور المكانس، إذ تنازلت عن مكانها لمنافساتها قوية الامتصاص. إنها تنسحب من حياتنا يوماً بعد يوم، حزينة حسيرة. أما الورشات التي كانت توظف عشرات الأشخاص فقد صارت اليوم أكواخاً يشتغل فيها شخصين أو ثلاثة، وهي في تناقص ملحوظ يوماً بعد يوم. أصبح العلم تخصصياً بدرجة واسعة، وأصبحت مسالك الحياة ومساربها بحاجة إلى أهل العلم والدراسة والتخصص من أجل بيان الجوانب الجزئية والتفصيلية في نظرة الإنسان إلى الإنسان وفي نظرة الإنسان إلى الكون والحياة. فلسفة جديدة تنبثق في ثنايا العلم والمعرفة والاطلاع على موجودات الحياة والمدارس الفكرية والفلسفية الموجودة فيها، ما بين النظرية والتطبيق مسافات شاسعة، ولكن عندما تصدق النوايا ويكون الإنسان قيمة حضارية كبرى عندها تنطلق مشروعات النهضة والإصلاح الحقيقي للإنسان وللأوطان على حد سواء.
فلسفتنا هذه حول مجلة النور، مجلة محكمة تستعرض قراءات مفصلية في رؤية وفلسفة بديع الزمان سعيد النورسي، وأيضا تسلط الضوء على الإنسان كقيمة حضارية. يسعدنا هنا أن نستضيف مخرجها الفني الأستاذ حسن الحفيظي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا، بارك الله. سنبدأ مع حضرتك أستاذنا الكريم، ولكن اسمح لنا بداية أن نعرف مشاهدينا الأكارم بمجلة النور وهذه القراءة المعرفية والثقافية، بعدها نعود إلى حوار ضيفنا الكريم، نتابع سويا. تنشط في تركيا العديد من التيارات الفكرية والمدارس والتوجهات الخاصة بالعمل المؤسساتي أو الفكري أو الديني أو المعرفي، وهذه المؤسسات هي عبارة عن قراءات للواقع والمجتمع للتوجهات المجتمعية التفصيلية. كثير من هذه التوجهات المجتمعية والفكرية والفلسفية تحمل في طياتها المعارف والثقافات كوسيلة من وسائل التواصل، ومنهجها في التعريف بأفكارها ورؤاها هو منهج العلم والتأليف والكتابة والبحث والحوار الحضاري المبني على رؤية الإنسان كقيمة سامية يمكن لها أن تكون قاسماً مشتركاً لتلاقي البشرية على الرؤى الجامعة. مجلة النور للدراسات الحضارية والفكرية تمثل واجهة من العناوين الكبرى لمشروع التواصل المعرفي حول الدراسات الخاصة بالفكر الخاص بالعلامة سعيد النورسي وعطائه المعرفي والفكري من خلال القراءات المتتالية والمبنية على فهمه للإنسان والكون ومنهجية الحياة. العلم أساس من الأسس التي يجب أن تسود للحكم على المعارف والثقافات، والعلم وسيلة من وسائل الفهم السليم للأفراد والهيئات والفلسفات التي يجب فهمها في واقع الحياة لما لها من أثر في حياة الإنسانية ومستقبلها على حد سواء. ونجدد الترحيب هنا بالأستاذ حسن الحفيظي المخرج الفني لمجلة النور. أستاذنا الكريم، العلم وسيلة معاصرة، واليوم نحن نتحدث عن مجلة جديدة، مجلة النور، مجلة برؤية جديدة ورؤية خاصة. لنبدأ من هنا أستاذنا الكريم ونعرف بمجلة النور. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكركم شكرا جزيلا لتفضلكم واستدعائنا لهذا البرنامج الموفق، وأستغل هذه الفرصة لكي أبارك شهر رمضان المعظم لكافة المشاهدين وللعالم الإسلامي أجمع. بداية، مجلة النور هي مجلة علمية أكاديمية محكمة نصف سنوية تصدرها مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم، وهي إن صح التعبير أقول نافذة فكرية لفكر بديع الزمان سعيد النورسي العالم المجدد التركي المشهور. أستاذ الكريم، نحن إذن أمام قراءة أكاديمية علمية في مجلة خاصة، مجلة علمية محكمة نصف سنوية، أليس كذلك؟ تعتمد على العمل البحثي المنطقي والمعاصر. نعم صحيح. وهذه المجلة أولا يعني إذا أردت أن أوضح فأقول بأن يعني في البداية كيف يعني ولدت أو صارت إلى الوجود، أن مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم تنظم كل ثلاث سنوات، وكانت فيما مضى تنظم كل سنتين يعني مؤتمرات عالمية ودولية تعرف من خلالها بفكر العلامة المجدد سعيد النورسي. ويعني مع مرور الأيام، مع مرور الوقت، يعني تصلنا مجموعة من البحوث، يعني حتى أنها تقدر بالمئات. فهذه البحوث قلنا يعني وباقي الأساتذة وباقي الطاقم وحتى يعني أحباؤنا الأساتذة الذين يكتبون لنا، قلنا يعني ما مصير هذه البحوث؟ يعني هل ستبقى هكذا متراكمة في الرفوف،
قلنا طبعا لا، لابد أن نخرج بصياغة أخرى يعني لهذه البحوث، لابد أن نجد لها حلا حتى لا تضيع. والحل الذي وجده الطاقم المشتغل وأيضا الإخوة الذين استشاروا علينا بهذا الأمر هو أن نخرج بمجلة، مجلة فكرية تعرض هذه البحوث في حلتها الجديدة، طبعا بعد تحكيمها وتحويلها من بحوث يعني بعثت لأجل مؤتمر إلى بحوث أكاديمية محكمة. فكان هذا هو يعني السبب الرئيس أو السبب المباشر، بمعنى أن تحصلوا على خلاصة العلم ولا تجعلوه يضيع هدرا. نعم. كما قال الإمام الشافعي: العلم صيد والكتابة قيده، وثق صيودك بالحبال الواثقة. فكر جيد، ولكن ما نفت نظري حقيقة أثناء استعراضي للمجلة وجود يعني العديد من الأسماء الغربية التي كتبت عن الإسلام ونظرتها إلى الإسلام ونظرتها إلى سعيد النوسي وغيرها، يقرؤون عن الإسلام، يتعرفون على الإسلام. يعني كان هناك العديد من الأسماء الغربية، هل المجلة مفتوحة للمشاركات الخارجية من خارج تركيا أقصد أستاذنا الكريم؟ نعم طبعا، مجلة النور منفتحة على الكل، منفتحة على سواء المسلم أو غير المسلم، على كل، على كافة الأطراف. فبداية يعني سعيد النورسي رحمه الله كان منفتحا من خلال رسائله، ومن خلال يعني كان منفتحا على الفكر الغربي، حتى أنه أرسل رسائل النور، هدايا إلى البابا في ذلك، في تلك الفترة، وانفتح على الغرب يعني من خلال يعني إرسال مجموعة من الهدايا إلى غير ذلك. فيعني انفتاح مجلة النور التي هي نافذة يعني من نوافذ فكر بديع الزمان سعيد النورسي، فرضت على نفسها أن تكون أيضا هي منفتحة، وأن تقبل جميع أو تقبل يعني البحوث الجادة والمتميزة التي خضعت لمعيار أكاديمي، سواء كانت غربية أو يعني لمسلمين أو غير مسلمين. دكتور يعني كولن كانت له مشاركة جميلة في هذا الاتجاه، وكيف كان ينظر إلى العالم الإسلامي في مجلة النور. لكن أود أن أسألك أستاذنا الكريم، الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي كان له أثر حقيقي موجود لا زال في نفس الشعب التركي، رسائل النور لا زالت محفوظة وتتمتع بنكهة خاصة هنا، كيف تقرأ لنا شخصيته وآثاره؟ بالنسبة لرسائل النور كتعريف لها، أولا أقول رسائل النور هي تفسير معنوي للقرآن الكريم، حقيقي للقرآن الكريم، ليس تفسيرا لفظيا كسائر التفاسير. هذا يعني إذا استثنينا بحثه، إذا استثنينا عفوا كتابه تفسيره إشارات الإعجاز، هذا فقط هو التفسير اللفظي للقرآن الكريم. أما سائر الكليات رسائل النور فهي قراءة نعم معنوية وتفسير معنوي للقرآن الكريم، في نفس الوقت هي منظومة فكرية إيمانية استلهم يعني سعيد النورسي استلهمها من فيض القرآن الكريم. فرسائل النور هكذا يعني هي شرح وتفسير للقرآن الكريم، لذلك نجد في نبرتها، في أسلوبها البسيط الرشيق المفهوم، نجد يعني قضايا فكرية وقضايا يعني مختلفة تشرح بأساليب بسيطة جدا يفهمها كل من التاجر والطبيب، ويفهمها العامي والخاص. يعني هناك بحوث وقضايا يعني ربما لم يشير إليها الباحثون من قبل، أو ولذلك تودون أن يتم تسليط الضوء عليها، لكن حظي الأستاذ بديع الزمان بتأثير كبير في نفس الشارع التركي لغاية الآن، بقيت آثاره وتعليماته ونظرته إلى الإنسان تحظى باحترام حقيقي للإنسان بغض النظر عن توصيفه ودينه وعرقه ولونه. أستاذ الكريم كيف تقرأ لنا ذلك؟ لأن سعيد النورسي جاء بنظرة جديدة، جاء بنظرة جديدة لمواضيع كانت يعني قد نوقشت من قبل، فسعيد نورسي ناقشها من وجهة نظره الخاصة وهي جديدة حقيقة، حتى أننا يمكن أن نقول إن سعيد النورسي عالم تركي مجدد.
فإذا سئلنا كيف هو مجدد نقول إنه جدد في كثير من الأمور، يعني في كثير من القضايا، وخاصة القضية المحورية الإنسان. سعيد النورسي جدد في الإنسان، حتى أنه سمى نفسه سعيد القديم قبل أن يكتب رسائل النور، وسمى نفسه سعيد الجديد، يعني بعدما يعني تأثر، يعني بعدما تحول ذلك التحويل. نعم، وتحويل يعني عجيب جدا. لذلك هو يعني رسائل النور تغير الإنسان، تغيره وتجدد، تجدد الإنسان من خلال يعني طرح مواضيع إيمانية أخروية، يعني تبحث في الملائكة وتبحث في النبوة وتبحث في الحشر بأسلوب آخر جديد يعني لم نكن نعرفه ولم نكن يعني نقرأ له من قبل. جميل، هذا الأمر يحتاج إلى الآن إلى قراءة مفصلة. في تعريف مجلة النور أنتم قلتم أنها تأتي في سياق مسيرة الإصلاح الفكري والمعرفي والنهضة الحضارية المعرفية، ماذا تقصدون بذلك؟ فعلا يعني مجلة النور أولا باعتبارها نافذة فكرية ل يعني لفكر بديع الزمان سعيد النورسي، فهي طبعا ستتناول الفكرة، يعني فكرة الإيمان، فكرة الآخرة بأسلوب فكري جاد، يعني يخاطب الباحثين ويخاطب المفكرين، بل حتى ربما يعني الذين لم تتح لهم الفرصة للاطلاع مباشرة على رسائل النور بأسلوبها يعني كما هو. فهي فبالنسبة مجلة النور يعني باعتبارها نافذة فكرية تتيح لهؤلاء الباحثين والمفكرين التعرف من جانب يعني عن قرب برسائل النور بما تطرحه من مواضيع فكرية ونظرة يعني بديع الزمان النورسي حول قضايا الإنسان والواقع والكون والبسمة وما دلالات ذلك. حقيقة أحبانا لكارم، هذه نظرة لابد من التفرس بها حقيقة. عندما يكون الإنسان صاحب توجه في الحياة ويراد لفكره أن ينتشر، على كثير من أتباعه أو محبيه أن ينظروا في هذه السيرة وفي هذه القراءات الفكرية والنظرية والفلسفية والمعرفية والحضارية من أجل تعميمها. بمعنى بديع الزمان سعيد النورسي كانت له قراءته في الإنسان، قراءته في شخصية الإنسان وكيانه وتوجهه وارتباط الإنسان بالكون والحياة، إضافة إلى قيمة الإنسان كقيمة حضارية أولى سباقة وجعلها قيمة أولى. لذلك يعني يأتي فلسفة الإنسان بتسليط الضوء على هذه القيم الحضارية جزء من الرسالة المعرفية، وأيضا جزء من الاهتمام بالشخصيات ذات التأثير الفعلي في الأرض. كثيرة هي الشخصيات العلمية وأصحاب التوجهات العلمية وأصحاب التوجهات في الدراسات والمعارف الحقيقية المختلفة على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، وتستحق حقيقة أن تنال مدرسة تخصصية عبارة عن باحثين وأكاديميين وبحوث علمية للتذكير والتعريف والتعليق والقراءة والشرح والتفصيل لما طرحوه وتركوه لهذه الأمة من آثار معرفية ناضجة. أستاذ الكريم، عندما نتحدث عن البحوث العلمية المقدمة في مجلة النور، هل هي بحوث علمية أكاديمية؟ أولا بمعنى أكاديمية تستوفي الشروط الأكاديمية، وثانيا هل كلها حول رسائل النور وما جاء في رسائل النور، أم أنها مجلة علمية محكمة ومفتوحة للمجالات التي تتصل بالإنسان وبسائر مجالات الحياة؟ نعم، بالنسبة للمجلة، مجلة النور للدراسات الحضارية والفكرية، هي مجلة أكاديمية محكمة، وبحوثها التي تنشر تخضع للتحكيم من طرف لجنة محكمة. فيعني حتى البحوث القديمة يعني التي وصلتنا من خلال يعني لأجل عرضها في المؤتمر، هذه البحوث أخذت وعرضت على لجنة التحكيم وأعيدت، يعني يمكن أن أقول أعيدت صياغتها من جديد، يعني بأسلوب علمي أكاديمي يخضع لكافة الشروط الأكاديمية لنشره في مجلة النور. بالنسبة للشق الثاني من المجلة، يعني للسؤال، نحن نتحدث عن أنها مفتوحة في شتى المجالات أم أنها فقط في مجال الحديث عن رسائل النور وبديع الزمان النورسي ورؤيته للإنسان والقضايا التي تتصل بالواقع؟ نعم، هي بالنسبة للمواضيع هناك ملف العدد، دائما يكون عندنا في كل عدد ملف خاص، مثلا التربية من خلال رسائل النور، أسس يعني الإصلاح مثلا أو المنهجية مثلا من خلال رسائل النور، هذا يكون العدد، ملف العدد يكون دائما له ارتباط بالرسائل. جميل. لكن هناك أيضا قسم الدراسات،
فهذا يعني مفتوح لكافة الباحثين، وأيضا القسم الآخر هو أيضا مفتوح لكافة الباحثين، غير أنه مرتبط برسائل النور. بالنسبة للدراسات يعني أي موضوع مهما يكون يمكن أن يعني إذا قبلته اللجنة المحكمة، اللجنة الاستشارية يعني، فيعني ينشر هذا البحث إذا كان خاضعا لمعايير النشر. جميل جدا، ومن الجميل أن تكون أنت في الإخراج الفني. شكرا لك. هنا بارك الله في آخر دقيقة ونصف أستاذ حسن الحفيظي، لابد أن أرسل هذه الرسالة. أنت من المغرب وأتيت إلى تركيا وتعيش هنا منذ سنوات وتعمل في الإخراج الفني، كيف كانت رحلتك في تركيا وكيف كانت طبيعة عملك في مجلة النور أستاذنا الكريم؟ والله يعني أقول هي رحلة مليئة بالمغامرات صراحة، يعني لأني أولا عندما أتيت إلى تركيا لم أتي بهذا الغرض، يعني لم أتي لكي أكون مخرجا فنيا لمجلة، فأنا أتيت لأجل استكمال الدراسات العليا هنا. لكن يعني بعد سنوات الحمد لله الآن وفقت لهذا، ولو أني تأخرت قليلا لكن هذا لا يهم. يعني الحمد لله يعني بداية مجيء إلى تركيا هو تعرفا، يعني تعرفت أولا على فكر سعيد النورسي من خلال إنجاز بحث الإجازة العليا هناك في المغرب، ومن خلال مشاركتي في بحث في ندوة علمية أقيمت في بلدي أيضا في المغرب. بعد يعني هاتين الخطوتين قررت أن ألتحق ب يعني عن قرب، يعني بفكر سعيد النورسي عن قرب، أتعرف عليه فالتحقت بالمجلة. نعم. وأصبحت مخرجا فنيا لها. نعم. ونحن سعداء جدا باستضافتك في برنامج الألوان السبعة حقيقة، ونشكر لكم هذا العطاء الفكري والأكاديمي. وأحبنا الأكارم، بعد شكر أستاذنا الكريم الأستاذ حسن الحفيظي المخرج الفني في مجلة النور المحكمة، اسمحوا لنا أن نتابع وإياكم قراءة كاريكاتورية لمجلة النور بعيون ديمرهان قاضي أغلو رسام الكاريكاتور للبرنامج. إذا قيل الوداع أتى تروني ألملم خافقي كي لا يذوب. وصلنا إلى نهاية رحلتنا مع حضراتكم أحبائنا الأكارم، كما ابتدأناها بالمحبة، ولكم من فريق برنامج الألوان السبعة في أنقرة وإسطنبول كل المحبة، ولكم من رسول أسلو مخرج البرنامج، ومن نزار الحرباء ومقدمه كل الدعوات بموفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.